هذه المحكمة يرتادها محمد أمين بن يوسف من حاملي الإعاقة، يقضي يومه متنقلا بين محكمة وأخرى ومكتبه، ممارسا لمهنة المحاماة التي أحبها تحقيقا لهدف ينشده. أنا حاولت من خلال دخولي إلى عالم القانون أني أعرف ما هي حقوقي، حتى ما نكونش جاهل في دولة متقدمة، في دولة حضارية، وبالتالي باش نجم نتمكن من الدفاع على حقوقي وعلى حقوق الأشخاص اللي حاملين إعاقة مثل. ملامح محمد أمين بن يوسف لا تقف عند حد، بل تسير في تصاعد مستمر، آخرها حصوله على درجة الدكتوراه في القانون إضافة إلى نظم ديوان الشعر. نجاحات مهنية وعلمية وإبداعية متنوعة. دور والدته كان مفصليا في هذا الجانب. قري فيه في الدار كي تلمد الكل، وهو تمشى معي حتى معناتها تجاوزنا المرحلة الابتدائية والثانوية، وصل للجامعة ويكتب في الشعر بويزي فرانسيز، فهمت، دو لا فري ليتيراتور فرانسيز، فهمت. كمل توا الديوان نتاعو، مازال كان عن نشر واحنا ديما مواصلين. تميز فريد لمحمد أمين بن يوسف الأستاذ في القانون والدكتور والشاعر في رحلة إنسان تعددت مسافاتها وتحدى صعابها بامتياز، فما هو المسار المقبل؟